حبايبي الغاليين في المسيح، سلام الرب يسوع معاكم في موعد مع بركة جديدة ونعمة جديدة وإحسان جديد من الرب يسوع علينا في هذا اليوم. أرحب بكم مشاهدي الغاليين على قناة الأرامية، وأذكر حضراتكم أن برنامجنا هذا هو برنامج أسبوعي يصلنا في كل يوم أربعاء بتوقيت الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك الموافق للساعة 7 مساء بتوقيت العراق أو 6 في بعض الدول في الشرق الأوسط. أيضا أذكر حضراتكم مرة أخرى من جديد للمشاهدين الجدد الذين يحضرون معنا أنه هذا البرنامج ينقل بشكل مباشر على الفيسبوك، فممكن متابعتنا على الفيسبوك. أيضا جميع الخطوط اللي للقناة مفتوحة للاتصالات، ستجدون الأرقام تظهر على الشاشة أمامكم، سواء كان من أستراليا أو نيوزيلندا أو من أوروبا والشرق الأوسط أو من كندا وأمريكا. الرب يبارك حياتكم. إحنا ما زلنا على موعد مع البركة، في كل مرة يكلمنا الله فيها ويصل لنا برسائل خاصة يعلمنا فيها ويدرب كل واحد فينا. تعالوا قبل أن نعمل أي شيء، تعالوا نرفع قلوبنا بالصلاة ونقول له يا رب إحنا يمكن عدنا أذهان تفهم، لكن كيف نستطيع أن نهيئ القلب لمخافة اسمك لاستقبال كلمتك واحتوائها؟ لا يمكن أن يعمل هذا العمل إلا أنت يا رب. حتى عقولنا مرات تتعب وتضعف على أن تفهم معاني الكلمات وتفهم مقاصدك، لأنه أنت قلت إن أفكاري ليست كأفكاركم ولا طرقي كطرقكم يقول الرب. لذلك إحنا محتاجين يا رب منك لمسة إنه توحد قلوبنا، نضع كل الأمور بين إيديك، تكلمنا برسائل خاصة من عندك وتعزينا وتشجعنا. تعالوا نرفع قلوبنا ونذكر إحسان الله علينا، وبعدين ندخل ونسمع كلمة الله ونتواصل مع بعضنا البعض بقوة الرب. يا رب نباركك ونحمدك ونشكرك من أعماق القلب يا رب لأجل نعمتك الغنية ولأجل محبتك يا رب. نشكرك من أعماق القلب لأنه أنت مهتم بينا، ولأنه أنت رافعنا، ولأنه أنت سائر معنا زمان غربتنا يا رب. نشكرك لأجل فرصة جديدة، ونشكرك لأجل إحسان جديد، نشكرك لأجل بركة جديدة من عندك، ونشكرك يا رب لأجل إحسان، نشكرك لأجل طول أناتك. شكرا يا رب أنه إحنا عدنا يوم آخر جديد نستطيع أن نكون فيه في محضرك ونتعلم منك يا رب ونسمع من دسم كلمتك. يا رب احنا معلنين أمامك كل فشل في ذواتنا في أفكارنا وفي قلوبنا، لكن يا رب ليس أحد غيرك يستطيع أن يوحد قلوبنا لمخافة اسمك. علمنا، أنت قلت في السابق أنه ففتح يسوع فمه وابتدأ يعلمهم، وإحنا غير متنازلين يا رب اليوم على أن تفتح فمك وتكلمنا مرة أخرى. كلنا يا رب مستمعين متكلمين يا رب مشاركين في هذا البرنامج حتى ما نتعلم. أعطي لشعبك تشجيع، وأعطي لشعبك كلام، أعطي لشعبك سندة ورفعة يا رب. فيا رب تلتهب قلوبنا برؤياك، بالشبع بيك، بالارتواء منك. نثق يا رب أنه أنت سمعت لصلاتنا واستجبت لك يا حبيب قلوبنا. الإكرام والمجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين آمين. حبايبي الغاليين، احنا مستمرين بدراستنا حول هذه الشخصية الحلوة في العهد القديم اللي اسمها إليشع. في موضوعنا اليوم ترى على الشاشة اسمه ارتواء في وادي البلاء. احنا أمام المعجزة الرابعة التي فعلها هذا الشخص، التي فيها من العبر والدروس ما يكفي لشبع القلب وإفراح القلب. أيضا سترى الأرقام موجودة بعد أن نأخذ الفرصة الأولى من الشرح في النقاط اللي نتحدث عنها ويصل الله لنا بالكلام. لا تتردد كالمعتاد أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل بنا لكيما تسأل أسئلتك، تطلب صلاة، ترفع الشكر كما يفعل كثيرين. أيضا لتضع الطلبات أمام الله ونستطيع أن نصلي لأجلك. اكتب طلبتك على الفيسبوك، كررها حتى ما تبقى دائما في الأعلى فنتعلم. أحبائي، لسنا ننادي بتعليم معين ولسنا ننادي بفكر معين، لكن ننادي بيسوع وإياه مصلوبا، هذا الشخص الجميل الرائع الحلو الذي عندما يدخل الحياة يقلبها ويغيرها فيصير حياتنا كما حصل في التاريخ. دخل التاريخ في زمان
فقسموا إلى ما قبل الميلاد وبعد الميلاد، وهو يريد اليوم أن يدخل في حياتك إن لم تقبله مخلصا شخصيا لحياتك، ويعمل الآتي: يقلب حياتك ما قبل المسيح وما بعد المسيح، ما قبل الميلاد، ميلادك هذه المرة، وما بعد ميلادك. كل واحد اختبر محبة الله. كم تعزيت بمشاركات بالحلقة الفاتت من أخونا بسام، ومن أختنا برناديت، ومن أختنا ندى، ومن كثيرين، كيف أن الله تعامل في حياتهم وقلبهم. اللي يقول أنا كنت مستهزئ، واللي يقول أنا كنت بعيد، واللي يقول أنه أنا كنت في العالم، وهكذا كثيرين. وأنا أيضا أشهد وأقول كنت في العالم بعيدا في كل نجاسات وتعب، لكن غيرنا. الله لا يدعو المؤهلين، لكنه يؤهل المدعوين. هو يريدك كما أنت، يركض عليك ويقع على عنقك ويقبلك ويغيرك ويتدخل في حياتك. حبايبي الغاليين، تعالوا نفتح، إحنا ما زلنا نقرأ في سفر الملوك الثاني والإصحاح الثالث. سنقرأ هذه المعجزة في هذا الإصحاح كله، نتعلم منها الكلام القوي والحلو لحياتنا. تعال افتح معي، إن كان كتابك مفتوح افتح معي سفر الملوك الثاني والإصحاح الثالث، تعال نقرأ الإصحاح، وسنرى أن هناك معجزة قد تبدو للوهلة الأولى بسيطة أو سهلة أو مفهومة، لكن هناك عمق كبير في كلمة الله، هناك تعليم كثير وغذاء سيشبعنا ويوصل لنا رسالة من خلالها. يقول: وملك يهورام بن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه، إلا إنه لصق بخطايا يربعام بن ناباط الذي جعل إسرائيل يخطئ ولم يحد عنها. وكان ميشع ملك مؤاب صاحب مواش، فأدى لملك إسرائيل 100,000 خروف و 100,000 كبش بصوفها. وعند موت أخاب عصى ملك مؤاب على ملك إسرائيل، وخرج الملك يهورام في ذلك اليوم من السامرة وعد كل إسرائيل، وذهب وأرسل إلى يهوشافاط ملك يهوذا يقول: قد عصى علي ملك مؤاب، فهل تدخل تذهب معي إلى مؤاب للحرب؟ فقال: أصعد، مثلي مثلك، شعبي كشعبك، وخيلي كخيلك. فقال: من أي طريق نصعد؟ فقال: من طريق برية آدوم. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك آدوم، وداروا مسيرة 7 أيام ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: آه، على أن الرب قد دعا هؤلاء الملوك 3 ملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هناك نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا إليشع بن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك آدوم. فقال إليشع لملك إسرائيل: ما لي ولك؟ اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. فقال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء 3 ملوك ليدفعهم إلى يدي مؤاب. فقال إليشع: حي هو رب الجنود الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا إني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أراك. والآن فأتوني بعواد. ولما ضرب العواد بالعود كان عليه يد الرب، فقال: هكذا قال الرب، اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، لأنه هكذا قال الرب: لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب فيدفع مؤاب إلى أيديكم، فتضربون كل مدينة محصنة وكل مدينة مختارة، وتقطعون كل شجرة طيبة، وتطمون جميع عيون الماء، فتفسدون كل حقلة جيدة بالحجارة. وفي الصباح عند إصعاد التقدمة إذا مياه آتية
عن طريق آدوم، فامتلأت الأرض ماء. ولما سمع كل المؤابيين إن الملوك قد صعدوا لمحاربتهم، جمعوا كل متقلدي السلاح فما فوق ووقفوا على التخم، وبكروا صباحا والشمس أشرقت على المياه، ورأى المؤابيين مقابلهم المياه حمراء كالدم، فقالوا هذا دم، قد تحارب الملوك وضرب بعضهم بعضا، والآن فإلى النهب يا مؤاب. وأتوا إلى محلة إسرائيل، فقام إسرائيل وضربوا المؤابيين فهربوا من أمامهم، فدخلوها وهم يضربون المؤابيين وهدموا المدن، وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها، وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة، ولكنهم أبقوا في قير حارسة حجارتها، واستدار أصحاب المقاليع وضربوها. فلما رأى مؤاب أن الحرب قد اشتدت عليه، أخذ معه 700 رجل مستلي السيوف لكي يشقوا إلى ملك آدوم، فلم يقدروا، فأخذ ابنه البكر أي ملك مؤاب الذي كان ملك عوضا عنه، وأصعده محرقة على السور، فكان غيظ عظيم على إسرائيل، فانصرفوا عنه ورجعوا إلى أرضهم. آمين. هذه القصة اللي قرأناها نرى فيها اليوم شخصيتين حبايبي الغالين، نرى فيها شخصية إليشع اللي نتحدث عنه، لكن نرى أيضا في جانب هذه الشخصية شخصية أخرى يحدثنا عنها الكتاب، اسمها الملك يهوشافاط. لسنا بصدد أن نتحدث عن ملك يهوذا يهوشافاط ابن آسا، لكن إحنا نعرف اللي يقرأ الكتاب، ويمكن في الحلقات القادمة سنأخذ هذه الشخصية الحلوة اللي هي إشارة للمؤمن المخلص، له مواقف في منتهى الجمال، وله قلب متقد محبة بالله، لكن طبعا يهوشافاط مثله مثلي ومثلك ومثلك، عنده في حياته نقاط ضعف. هذا الشخص يحب المجاملة ويخجل من أن يقول لا للأشرار، فيقع في غلطة 5 مرات حبايب الغالين، 5 مرات في الكتاب، يسقط في خطأ يعمل فيه، يذهب مع أشرار ويصاهر أشرار. لماذا؟ لأن له علاقات ويهتم بالعلاقات ويخجل. كم واحد فينا مرات كثيرة حبايبي الغالين يخجل من أن يقول للشرير لا، فنسمعه في هذا النص شيء محزن يقول له جيشي جيشك، خيولي خيولك، شعبي شعبك، وأنا مثلك. لكن يا يهوشافاط، يا حبيبي، يا أيها الملك العظيم الذي تتقي الله، الذي لك قلب متقد بالمحبة، هل أنت مثلك مثل الأشرار؟ هل شعبك شعب الأشرار؟ هل جيشك جيش الأشرار؟ هل خيلك خيل الأشرار؟ الجواب يا أحبائي كلا. وأنا أرفع اسم يهوشافاط وأضع أمامك أن تضع اسمك وأضع اسمي، أقول يا أيها الملك واترك فراغ، ضع اسمك. يا أيتها الملكة، لماذا؟ هل نحن ملوك؟ نعم. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا وجعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه. حبايبي الغاليين، إحنا ملوك، لكن مرات كثيرة نرى الأشرار ونراهم أحسن من المؤمنين بكل أسف، فماذا نقول؟ نقول لهم شعبي شعبك. نسينا نتصور حبايبي الغاليين، وهنا الغلطة الفظيعة التي نقع فيها، نتصور أن المؤمنين هم فئة من الناس الراقية العالية التي لا تخطئ، التي لا تسقط، التي لا تعثر، التي لا تضعف، وبعدين نقارن بينهم وبين الأشرار، ونجد بكل أسف حبايبي الغاليين نقولها وتخرج من أفواهنا، كم مرة قلناها، كم مرة نطقناها، نقول يا أخي الأشرار أخلاقياتهم مرات أحسن من المؤمنين، ونسينا بأن الله اختار جهال العالم، أدنياء العالم
المزدرى وغير الموجود، الذين منهم أنا وأنت وأنت. لم يختر الله بضاعة جيدة، لكن نزل ليختار أسوأ البضاعات، الأسوأ. لذلك قال الكتاب الرافع المسكين من من؟ من على العروش؟ من على المناصب؟ الرافع المسكين من المزبلة، والمسكن بين أشراف شعبه. من اختار؟ اختار لصا على الصليب لكي يخلصوا. اختار الله أدنياء العالم. وكل أسف نتصور ننسى بأنه إحنا جزء من هذا المجتمع، ونحن أيضا نضعف ونخطئ ونخور في الطريق، لكننا بكل ضعف وبكل عدم إدراك ماذا نفعل؟ نرفع عيوننا من على السيد، وننظر إلى من؟ ننظر إلى أنفسنا، وننظر إلى أحدنا الآخر. فماذا نرى؟ ماذا نرى؟ هل نرى في أحدنا الآخر شيء يستحق أن ينظر إليه؟ اسمع ماذا يقول بولس الرسول عن نفسه. يقول عن نفسه: الخطاة الذين أولهم أنا. ثم يقول عن نفسه: أنا أصغر جميع الرسل. كالسقط دعاني، كالسقط يعني المولود ميت، أي الأمة التي تطرح طفلها وتخرجه ميتا، كالسقط. يقول عن نفسه: أصغر جميع الرسل، الخطاة الذين أولهم أنا. ويذكر عن نفسه أنه كان مفتريا، كان مجدفا، كان مضطهدا لكنيسة الله بإفراط. ليس هذا فقط، يقول عن نفسه أنه لا يسكن فيه، أي في جسده، شيء صالح. أحبائي، هذا الشخص العظيم اللي مرات كثيرا نقول يا ليتنا مثل بولس، يقول عن نفسه هذه الكلمات: فما عسانا أن نقول نحن على أنفسنا، ما عساك أن تقول أنت وأنت وأنا عن أنفسنا. أحبائي الغاليين، إن كان لنا مقام وإن كان لنا ثمن، فثمننا بالمدفوع فينا وليس منا، لكن لأنه هو دعي اسمه علينا. قال أحد الأشخاص هذا التشبيه الرائع، قال: إحنا مثل الصفر، أنا وأنت وأنت كصفر، عندما نتواضع تزيد الأصفار، فأتحول من صفر إلى صفرين إلى ثلاثة إلى عشرة. بالنتيجة النهائية لا يوجد قيمة لا في صفر واحد ولا في عشر أصفار ولا بمليون صفر. لكن تعال شوف ماذا يفعل الله. أنا الصفر، فيأتي هو اللي هو واحد ذو القيمة، هو واحد، الرب إلهنا رب واحد، ويقف جنبي. وماذا يحصل؟ تتحقق العملية الحسابية وتكمل، وأصبح عشرة، أصبحت قيمتي عشرة. هل لأنه أنا قيمتي عشرة؟ كلا يا أحبائي، لأنه الواحد وقف جنبي فأصبح لي قيمة عشرة. ماذا يحصل عندما أحافظ على أنه الواحد يفضل جنبي وأنا أعيش حياة التواضع؟ ضع صفر ثاني جنب العشرة سأصبح مئة، القيمة ستزيد. ضع صفر ثالث، ألف، عشرة ألاف، مئة ألف، مليون، وهكذا يزداد ويصبح قيمة كبيرة للتواضع في حياتي عندما يكون سيدي معي. لكن حتى لو أصبحت مليار، بعد أن أصبح مليار شيل الواحد، سترجع مجموعة أصفار بلا قيمة. هكذا هي حياتنا مع المسيح. مع المسيح حبايبي الغاليين لنا قيمة، لنا قيمة، وتواضعنا يرى وحياتنا ينظر لها. لكن عندما يبتعد منا ماذا يبقى؟ لا يبقى منا سوى أصفار. حبايبي، كاتب الترنيمة قال: جبتني من المزابل وصنعت لي اسم جديد، وكنت راجع وقابل تقبلني ضمن العبيد. تذكر الابن الضال ماذا كان يريد؟ قال له: رح أرجع، سامحني لكي أكون ابنا لك. كان قابل أن يعيش بلقمة فمه، اقبلني كأحد أجراك، كأحد عبيدك، شغلني بلقمة فمي، على الأقل سيد مثلك حنون. لكن الأب لم يرضى به كعبد، لأنه لم يريده كعبد، لم يجعله يكمل هذه الكلمة. فقال له الآتي عندما عاد وقال له: يا أبي، قد خطئت في السماء وإليك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، اجعلني
كأحد أجراك، لم يقل اجعلني كأحد أجراك. هنا قاطعوا الأب ويبدأ سلسلة إعلان الابن الراجع من الموت إلى الحياة. ترجع سلسلة الابن العظيم الذي يقدم كل ما عنده، الأب العظيم الذي يقدم كل ما عنده لكي ينهض هذا الابن من جديد ويوقفه على قدميه كابن. المرة هذه ليس ابن بالولادة. اسمع، هناك ابن، هناك بنويتين في حياة الإيمان. الجميع الله أب للخليقة بشكل عام، لكن هذه بنوية الخليقة، هو أب للكل، لكن هناك بنوية جديدة على أساس القبول. يعني هناك أب ولد، فتحت عيني شفت إن لي أب، أو ابني فتح عيونه وشافني أب، هو لم يختارني كأب، لكن فتح عيونه ووضع أمامه أب، هذا هو أبوه، هذا ما رآه. لكن هناك بعد الحياة رغبة بتجديد قبول الأبوية، هذه هي الولادة الثانية، إنه أنا أوافق باختياري هذه المرة أن يكون الله أبي، ويوافق هو قبل كل شيء أن يكون لأب. أما كل الذين قبلوه فقد أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. هذا الشخص يهوشافاط مشي مع هذا الشخص السيء، هؤلاء الملوك السيئين، ونسي بأنه هو ليس شعبه شعبه، وليس جيشه جيش هذا الملك يهورام، لكن اسمع ماذا حصل. الله برفقته، بترفقه، بمحبته يرحم ويرأف. حبايبي الغاليين، في مرة شفت فيديو كان رائع. وقف الخادم وأخرج من جيبه $100 وسأل الناس، قال ما هي قيمة هذه الورقة؟ قالوا $100. قال طيب، مسكها بإيده وعقشها ودعكها وقال والآن كم قيمتها؟ قالوا $100. وضعها على الأرض وداسها ورفعها وسأل قال كم قيمتها؟ كانت الإجابات على طول الخط هي $100. الظروف لا تحدد قيمتنا. حبايبي الغاليين، قيمتنا بالمدفوع فينا. إن كان في بيناتنا ضعيف، إن كان في بيناتنا واحد تعبان، واحد خائر في الطريق، وأبليس ضحك عليك وقال لك إنه أنت فقدت قيمتك، لم تعد كالأول، أنت عندما رجعت كنت قويا والآن غير مستحق. جاوب إبليس وقل له أنا اختارني لأني غير مستحق، وهو من سيؤهلني، أنا سأطيع، أنا سأخضع، أنا سأجاهد، وهو سيحقق. محبته لا تتغير مثل محبتنا. محبتنا قال عليها أحد الأشخاص هي محبة لأن، يعني بعد يجي سبب، أنا أحب الشخص الفلاني لأن، لأنه جيد، لأنه محبوب، لأنه ناجح، لأنه طيب. لكن محبة الله هي محبة بالرغم من، هي محبة بالرغم من. حبايبي الغاليين، تعال وضع أمامه حياتك، وتعال قل له يا رب أنا يمكن ضعفت ويمكن تعبت ويمكن ابتعدت، لكن أنا قيمتي في نظرك ما زالت كما هي. أنت تحبني بمقدار محبتك لابنك، لأنه هكذا أحب الله. اسمع، شيل العالم وحط اسمك، لأنه هكذا أحب الله فادي أو ندى أو مارغريت أو أي واحد ثاني بيننا، لأنه هكذا أحب الله فادي حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك فادي بل تكون له الحياة الأبدية. هذا ما يريد الله أن يوصله لك. لكن تعالوا في عجالة وإحنا موجودين نأخذ هذه النقاط الحلوة اللي أمامنا نتحدث بها، وبعدين نرفع طلباتنا اللي موجودة أمامنا، الطلبات اللي وضعت على الفيسبوك، اللي تصلنا عن طريق القناة، أيضا نأخذ مكالماتكم، ثم بعدين نستكمل بقية حلقتنا لهذا اليوم. بعد أن أخذنا مقدمة، قرر هذا الشعب يخرج ويهجم ضد ملك مؤاب.
ملك مؤاب، هو ملك شرير حاول أن يهجم، لكن ماذا حصل؟ بما أن الملك هذا القديس الملك الذي بحسب قلب الله ماشي مع الخطاط، اسمع، يبقى أخلاقيات، تبقى أخلاقيات المؤمن موجودة. اسمع ماذا قال الشرير. الشرير قال الآتي: ملك إسرائيل دائما يوجهون اللوم والظلم إلى الله. فقال الآتي: فقال ملك إسرائيل في العدد 10: آه على إن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. يعني مباشرة وجه الملامة إلى الله، لم يجد أنه هو قد أخطأ، لكن قال الآتي، طبعا يعيد الكلمة على إليشع مرة أخرى. فقال ملك إسرائيل يهورام: آه على أن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم لملك مؤاب. لاحظ كلام المؤمن عندما يدخل ويقع في الخطيئة. اسمع كلام يهوشافاط، هذا الملك الرائع، ها هو يطلب نبيا. فقال يهوشافاط: أليس هناك نبي للرب فنسأل الرب به؟ يريد أن يعرف فكر الله حتى عندما يخطئ، حتى ما عندما يخطئ تبقى قلبه لا يستريح وباله لا يهدأ إلا لما يعرف كلمة الله، إلا عندما يعرف صوت الله. حتى هو ضعيف يتوق إلى أن يسمع فكر الله. تراه معاندا، تراه رافضا، تراه متمردا، لكن عندما تأتي أمامه كلمة الله يخضع راضخا ويسكت، كأن كلمة الله كسيف على رقبته، يقبلها وهو الممنون، يخضع، نعم يسقط، نعم يضعف، لكنه يغرق في دموعه. هكذا فعل داود عندما أخطأ، كان يعوم سريره كل يوم بالدموع، لم يكن يخطئ ويطلع ويفرح. إن كانت حياتك خطأ وبعدين ترجع للرب وتقول له سامحني وترجع للعالم وتضحك، راجع نفسك، هذا ليس إيمانا. الإيمان هو أن عندما يسقط، الحالة النادرة هي سقطته، الحالة الاستثنائية هي سقطته. بمعنى آخر، عندما أتينا للعالم وابتدأنا نتعلم المشي سقطنا كثيرا، بداية الإيمان. عندما كبرنا وأصبحنا بالغين أصبحت مشينا مستمرا، لأنه مشينا ملايين المرات. لكن هل هناك احتمال السقوط؟ نعم هناك احتمال للسقوط، لكن هذا السقوط لا يأتي عمدا، يأتي بعدم الانتباه، يرافق ألم ثم يعقب قيام مرة أخرى. لم أسمع شخصا وقع ووجدت في الشارع وقلت لماذا أنت على الأرض، فيقول سقطت قبل شهرين وأنا أبقى باكيا لأني سقطت. لا حبايبي، الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، لأنه طبيعة الجديدة هو أنه يمشي وليس يسقط. وعندما يسقط لا يسقط بإرادته، لكنه يعثر بعدم انتباه، بضعف، بعدم التسامه بالكلمة، بعدم التصاقه بالرب، يسقط. تعالوا نأخذ مجموعة طلبات صلاة، وبعدين حبايبي الغاليين نخرج فاصل ونرجع سنتحدث ب7 نقاط في منتهى الحلاوة كيف انتصر. الرسالة اليوم لكل واحد فينا: كيف أعيش حياة النصرة؟ هناك 7 نقاط جليلة تحدثني عن النصرة سنتعلمها. تعالوا نأخذ الفاصل أولا وبعدين نرجع نصلي ونسمع لكلمة الله فيقودنا في خطوات النصرة، فابقوا معنا. هل تعلم عزيزي المشاهد أنه يمكنك مشاهدة كل برامج الآرامية من خلال وسائل بث متعددة، منها أبل تي في، أمازون فاير تي في، سمارت تي فيز، سمارت فونز، آيباد، آي بي تي في بوكسز، راكو بوكس، كروم كاست. هذا بالطبع أنه يمكنك تحميل تطبيق الآرامية من خلال الأب ستور الخاص بجهازك. على البث المباشر حلقة خاصة
للرد على كتاب القصة الحقيقية لخدعة صلب المسيح. ضيوف هذه الحلقة الأخ يوسف فرياط، أنت أبرع جمالاً من بني البصر، الأخ حليم حسب الله، إن أراد العدو أن يشككنا فيه فلا نقبل التشكيك الآن، الأخ باسم أندريا، الرب يسوع يغفر الذنوب، القس وسام خلف، هل أنت جاهز للأبدية؟ القس أمجد بشاء، أن الله يريد أن ينزع من داخله كل مرارة من نحو الناس. هذه الحلقة تذاع على البث المباشر يوم الخميس الموافق 22 من فبراير الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا. يمكنكم متابعة هذه الحلقة من خلال موقع الآرامية على الإنترنت ABNSAT أو على موقع التواصل الاجتماعي ABNSAT. مرحبا بكم مرة ثانية حبايبي الغاليين في المساء. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا الغالية أم عصام أولا، بعدين نكمل دراستنا ونسمع فكر الله. سلام الرب يسوع أختي أم عصام، شلون الصحة؟ سلام الرب يسوع معك أخ فادي. يعني الصلاة ماتك 100% تستجاب لأن طالعة من الروح القدس اللي في قلبك. يعني يخليك الرب ويحفظك. أنت تذكر لما أنا يعني صليت الخلود على موت فتحوا راسه؟ نعم. وصليت ومرت لك صار عندك اختلاطات وخابرتك قلت لك صار عندك اختلاطات وحالتك كلش مو زينة، وسووا له عملية لخمنة فتحوا راسه. نعم. بأمريكا وهسه كل الزينة الصلاة ما مبارك اسم الرب تستجاب. شكراً لرب يسوع. نعم بس اليوم أريد أطلب صلاة لابني عصام. عنده هاي النمونيا وتعبان بي كثير. نعم. وطلعت الرئة من الرئات يعني بيها مثل الغيمة ما أدري شو يسموها. نعم. فحالته يعني تحتاج أنت تصلي له صلاة يوم الرب، لأن هذا صلاتك هي وعد الرب. يعني خلنا هذا وعد من وعود الرب من ثم المبارك. وعدنا قال اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يطلب يأخذ ومن يطمع يفتح له. فأرجوك صلاة، لأن كلش حالتي يعني تعرف أنت الأم شلون تكون. صحيح صحيح أختي أم عصام، حاضر من عيوني. الرب يبارك حياتك ويحفظك يا أختي. آمين. تعالوا حبايبي نرفع قلوبنا بالصلاة، عدنا طلبة، أنا محتاج أنه نتحد كلنا مع بعض للصلاة لأجل أختنا أم عصام ولأجل ابن عصام، ونشكر الرب، وبعدين عدنا مجموعة طلبات ثانية ونرجع لنسمع كلمة الله. تعالوا نرفع قلوبنا ونرفع أختنا أم عصام وبقية الطلبات اللي عدنا، بعدين نسمع الكلمة مع بعض. يا رب احنا نباركك ونحمدك ونشكرك من أعماق القلب لأجل محبتك ولأجل عنايتك ولأجل نعمتك الغنية يا رب اللي افتقدتنا بيها. نشكرك لأنه ليس لصلاح فينا تسمع لنا، حاشا يا رب، لكن لأنه أنت قلبك كبير وتهتم بينا وتهتم بينا وتعتني بينا وسائر معنا زمان غربتنا. نشكرك لأجل سلامة أختنا خلود يا رب، نشكرك لأنه في كل عملية كنت مرافق لها يا رب. أنا رافع قبل أن أرفع أخوي عصام بين إيديك، أنا أرفع قلب أختي أم عصام بين إيديك، تعطيها اليقين والثبات وتعطيها السلام الكامل، تطمن قلبها على ابن عصام يا رب. احنا رافعين بين إيديك يا رب، نثق بشخصك أنه أنت عظيم، أنت صالح بطول العمر يا رب. احنا نثق في نعمتك ونثق في صلاحك ونثق في محبتك ونثق في تدخلاتك يا رب. أنت إذا كانت النيمونيا قد يا رب آذت صدره ورئته، أنت تستطيع أن تتمجد وتعطي من عندك يا حبيب قلوبنا شفاء، فتطمن قلوبها بالكامل يا رب، قلبها وقلب كل حبايبها، تعطي يا رب استجابة فتخرج وتتحدث عن نعمتك الغنية ومحبتك يا رب. أنا واضع بين إيديك يا رب أختي سلوى من أجل البركة، وضع يا رب أخوي ألبرت لأجل الشفاء يا رب، وضع أختي إيمي يا رب للارتباط بشخص مؤمن
هي تريد أن تطيعك، تريد أن تسمع كلمتك، تريد أن تخضع لك يا رب. أرجوك تمم قصدك الصالح في حياتها يا حبيب قلوبنا، واعمل عملك الحقيقي في حياتها. صلاة من أجل شاب للشفاء من الإدمان يا رب، والرجوع إليك يا رب فيعرفك. صلاة لأجل عائلة هدى يا رب، إنه يا رب الله يعيد يا رب البيت من جديد ويثبتهم في الإيمان. يا رب أنا أثق بشخصك، وأثق بنعمتك الغنية، وأثق بمحبتك، وأثق بتدخلاتك يا رب. أرجوك يا رب إحنا نثق بشخصك إنه صلاتنا لا تضارب الهواء، لكن أنت سهران علينا، سهران على كلمتك لتجريها يا رب. يا رب أنا أضع بين إيديك يا حبيب قلوبنا يا رب كل طلبة يا رب وضعت أمامك. أضم صوتي لصوت أختي سافانت يا رب من أجل طلبة خاصة لأجل الأخت يا رب. إحنا لا نعرف الاسم، لكن أنت تعرفها وتعرف احتياجها وتعرف ألامها. أضع يا رب أيضا الجميع بين إيديك. أنا أضم صوتي لصوت أختي أمل لأجل أخت حنان يا رب، أن تكون معاها وإيدك بدل الأطباء يا رب تحقق وتعمل. أضع بين إيديك يا رب ابنك يا رب نبيل لأجل شفاء تام يا رب من العملية يا رب، تمد إيدك بالشفاء. أضم صوتي لصوت أختي يا رب آراء لأجل شفاء ماريا ومارسيلا وسافيو ولينا من ضمور العضلات. أنت تستطيع أن تتمجد في حياتهم. أضع أخوي إبراهيم وليلى بين إيديك وأولادهم في تحديات الحياة يا رب. يا رب أنا أضع أختي ميسون يا رب اللي كتبت أمامك لأجل معاملتها في تركيا. أنت تتمجد في حياتها يا رب، تحقق قصدك الصالح وتتمم مشيئتك يا رب. أضع أختي عايدة بين إيديك وعائلتها يا رب، والبعيدين أختي ندى بين إيديك وعائلتها يا رب، وبيتها وكل أفراد عائلتها، زوجها بين إيديك يا رب، أحفادها بين إيديك يا رب، أولادها يا رب، بناتها بين إيديك. أنت تتمجد في حياتهم. أنا أثق بشخصك يا رب. أختي مريم بين إيديك يا رب، صلاة لأجل والدتها المريضة تتمم قصدك يا رب. أضم صوتي لصوت الوالدة فيرجين يا رب من أجل شفاء ليلى يا رب، اتمم شفاء كامل في حياتها وتمد إيدك يا رب. أختي أمل أيضا يا رب أصلي يا رب لأجل أنه تحفظها وتباركها يا رب. شكرا للرب لأجل نعمتك ولأجل محبتك. أضع أختي أم رامز يا رب طلبة خاصة يا رب، أرجوك أرجوك يا رب أرجوك يا رب. أنا أضع الطلبة الخاصة، أنت تعرفها وتستطيع أن تتمم مشيئتك وتتمم قصدك الصالح في حياتهم يا رب. أرجوك أرجوك أنا أثق بيك وأثق بنعمتك وأثق بمحبتك وأثق بتدخلاتك يا رب. تستطيع أنت أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. يا رب أنا أثق بشخصك. أضع بين إيديك عملية عيون الخالة جوليت يا رب بشفاء يا رب. أرجوك نضع أختنا سلوى لشفاء من عندك يا رب، تتميم مقاصدك ومشيئتك في حياتنا. احنا نثق بيك يا رب، احنا نثق أنه أنت صالح وأنه أنت محب وأن أنت تعتني بينا وأنه أنت سائر معنا وأنه أنت رافعنا وأنه أنت مشددنا يا رب. احنا متحدين يا رب، متحدين معا، لأنه عارفين أنه أنت تفرح باتحادنا مع بعض وأنت سيد في وسطنا. صلاة يا رب من أجل فادي البعيد عن الرب يا رب. أرجوك أضم صوتي لصوت أختي ميسون يا رب، أضم صوتي لصوت أختي مارغريت يا رب من أجل أنه عندها التهاب قوي في مفصل رجلها اليسرى يا رب. أرجوك والورم والألم أنت ترفعه تشددها يا رب من خلال العلاج يا رب، تعطي شفاء من عندك يا رب. صلاة لأجل أختي لمياء من أجل صحتها يا رب، من أجل ألم المفاصل والعظام. يا رب نثق بشخصك ونثق بمحبتك ونثق بإحسانك أنه أنت سمعت واستجبت. لك يا حبيب قلوبنا كل إكرام وكل مجد إلى الأبد، آمين. حبايب الغالين تعالوا ناخذ مكالمة من أخونا المحبوب الغالي على قلبنا أبو وسام. أخوي الحبيب أبو وسام، سلام الرب يسوع معك. نعم سلاما، سلامي على سلم المعالي الأرامية، سلامي على سلم المعالي الأرامية، وسلامي على مستنقي مواضيعها الأخ
القائد المحبوب. عزيزي، من أفدح الأخطاء التي يقع بها الإنسان عندما يحل عليه الخير وبر الله يشكره شكرا لا مثيل له، وعندما يحل عليه وبدون انقطاع، وعندما يحل به البلاء يدعو هذا الشر من الله فيكفر به ولا يعلم أن الله يحول الشر إلى خيره، وعندما يموت عزيز له يعتبره بلاء له ولا يعلم أن الله لا يريد الموت المهلك للإنسان بل الحياة السعيدة، فليكن لك بعدا أن الله إذا أعطى هو الذي يأخذ، وبقدر حب الله لك أحببه كما يريد لك الحياة الأبدية. والسؤال، ما قصد الله بين إنسان يحمله البلاء ويطيل عمره وإنسان يحمله البلاء ويقصر عمره؟ أبو وسام من العراق وشكرا. يباركك القدير أخوي الغالي أبو وسام المحبوب، وأشكرك لمداخلاتك الثمينة ولأجل محبتك. سؤال حلو دائما نسأل، ونتصور أن الفكرة الكتابية هو أن طول حياة الإنسان هو أنه شخص مبارك، وقصر حياة الإنسان هو شخص غير مبارك، لكن هذه الفكرة خاطئة جدا. عندما تقترن الحياة بالبركات الأرضية، كان الشعب القديم يباركوا بطول حياة ببركات أرضية ملموسة، لكن في العهد الجديد الأمر مختلف. لماذا؟ لأنه نحن كما يقول الكاتب كاتب القصيدة، قال كلمة حلوة: إن كنت في قصر أعيش أو كوخة بلا حما، سيان عندي إنني ضيف معد للسماء. هل هناك شخص رقد وانتهت حياته وهو حياته قصيرة؟ نعم، أول شخص حدث فيه ذلك من هو؟ الرب يسوع يقول: لماذا قبضتني في نصف أيامي؟ لماذا قصرت أيامي؟ لكن أيضا نرى يعقوب في سفر أعمال الرسل الذي قطعت رقبته في بداية خدمته. إذن الطول وطول العمر وقصره ليس له علاقة بالبركة، لكن له هناك علاقة بالإرسالية. دخل بطرس ويعقوب السجن، اللي حصل أنه يعقوب قطعت رأسه وبطرس فتحت له أبواب السجن. قال أحد رجال الله هذه الكلمة الحلوة، قال: هل فتح الباب لبطرس ولم يفتح الباب ليعقوب؟ قال: لا يا أحبائي، لقد فتح باب السجن لبطرس ليكمل مهمته، وفتح باب السماء ليعقوب ليأتي وقت مكافأته. الله لا يرى طول عمرنا والخدمة، لكن يا أحبائي الغالين، الله يرى ثمرنا وقيمة خدمتنا. ليس لها علاقة طول المدة بالبركة اللي موجودة في حياة الإنسان، لكن طبعا عندما يطول العمر تطول المسؤولية، يطول المهمة، يكون هناك مهمة أكبر. فالله لا يهتم بنا ويعطينا طول العمر، الله يريدنا، الله يريد أن جميع الناس يخلصون. وسيأتي يوم حبايب الغاليين، كل من رقد في المسيح صغيرا كان أم كبيرا، الكتاب يقول هكذا، إنه في لمحة في طرفة عين عند البوق الأخير سيقام الأموات عديمي الفساد. نحن الأحياء لنسبق الراقدين، لكن الأموات في المسيح، لاحظ، ليس كل الأموات، الأموات في المسيح فقط يقومون أولا، ثم نحن جميعنا نتغير ونصعد لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون مع الرب كل حين. حبايبي الغالين، تعالوا ناخذ نقاط سريعة بفكرنا كيف نستطيع أن ننتصر في معاركنا. سبع نقاط عملها هذا الشخص العظيم إليشع قادت إلى نصرة حقيقية. وفي معركتنا نحن في هذا العالم هناك حبايبي الغاليين سبع نقاط مهمة في هذا النص نستطيع من خلالها أن نحقق النصرة لحياتنا، ويتم قصد الله في حياتنا في هذه المعركة. لاحظ، الأشرار وجهوا الملام لله وقالوا أنه الله أخرجنا لكي يضعنا أمام ملك مؤاب لكي يميتنا، لكن اسمع ملك يهوشافاط قال: هل هناك نبي؟ وعندما جاء إليشع، لاحظ، سوري، لم يأتي إليشع، لكن عندما حضر الملوك أمام إليشع، لاحظ إليشع
شخص نبي لله عارف كلمة الله. وهنا تأتي القوة، يقف أمام ملك إسرائيل ويقول له أنت ارجع إلى أنبياء أبوك وأمك، إلى عبادتك، لم تكن ترى وجهي على الإطلاق ولن ترى وجهي لأنك ملكا شريرا، لكن أنا رفعت وجه يهوشافاط، أنا أتيت لأجل يهوشافاط. يرجع يعيد نفس القصة ويقول نفس الكلام. اسمع ماذا يقول. يقول الآتي بعد أن يقول له، بعد أن يقول له أنه أنا رفعت وجه الملك يهوشافاط ولولا هو لم ترى وجهي، اسمع ماذا يقول. يقول الآتي بعد أن يقول له اذهب إلى أنبياء أبوك وأمك في العدد 13، فقال له ملك إسرائيل كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة ملوك ليدفعهم ليد مؤاب. ما زال مصمما إلى توجيه الملامة إلى من؟ إلى الله مرة أخرى. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب. يقول كلمة في غاية الروعة، في غاية الجمال. عمل الآتي هذا النبي عمل سبع خطوات سنأخذهم بالترتيب. النقطة الأولى قال بالعدد 15، والآن فاتوني بعواد، ولما ضرب العواد بالعود كانت عليه يد الرب. إذن الطريقة الأولى، الانتصار مضمون، اسمع، بالترنيمات. هل معناها أنه كل من يرنم منتصر؟ لا يا حبايبي، ليس هذا القصد. أيضا نريد أن نقول أنه الترنيم ليس هو مقدمة نسمعها ونمضي في حياتنا لكي نسمع الوعظة، ليس هو برستيج أو برنامج معين، لكن الكتاب يخبرنا عن الترنيم الآتي. اسمع ماذا يقول. بعد أن يكلمني ويقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، ماذا سيحصل عندما تسكن في كلمة المسيح بغنى؟ وأنتم في كولوسي 3:16، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين في قلوبكم للرب. إذن الامتلاء من كلمة الله يفيض بي بالترنيم والشكر. أول نقطة يجب أن تفعل ليس للعب على المشاعر، لكن لاستحضار فكر الله أمامنا في حياة النصرة بالترنيم. أيضا في أفسس الإصحاح الخامس والعدد 19 يقول مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترتلين مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. لكن هل في كل مرة نرنم وحياتنا ماشية خطأ ممكن أن ننجح؟ كلا يا أحبائي، الله ينظر إلى قلبنا. النقطة الأولى، الانتصار مضمون بالترنيمات الخارجة من القلب المطيع. اسمع، في مرة الفلسطينيين في سفر صموئيل الأول الإصحاح الرابع دخل في معركة، والفلسطينيين مع شعب الله، كان شعب الله عايش في بعد عن الله. ماذا حدث؟ دخل جابوا تابوت العهد ودخلوا فيه إلى المعركة، وماذا حصل؟ حبايبي الغاليين، اللي حصل إنه هتف الشعب وخاف الفلسطينيين وقالوا ويل لنا، من ينقذنا من يد الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. اقرأ تكملة القصة سترى أن الشعب انكسر وأخذ تابوت العهد. لماذا؟ لأن الشعب هتف ورنم وهو قلبه بعيد، ليس مستقيما مع الله. تعالوا ناخذ اتصال من أختنا برناديت وبعدين نرى شخص رنم وانتصر بالترنيم بالإضافة للنص اللي احنا فيه. أختي الغالية برناديت، سلام الرب يسوع معك. نعم والسلام، سلام المسيح أخويا فادي، ربي يباركك ورب يحميك أنت وكل العاملين معك، يسدد احتياجاتكم ويبارك فيكم ويستخدمكم، تكونون فعلا منارة لكل من يسمعكم ويشوفكم. وإحنا كثير نتعذب هذه القناة فعلا يعني، وعندي أنه أشهد عن الرب وتعاملاته معنا إحنا اللي بتركيا. أنا صار لي 4 سنوات ما عندي أي شيء وأي يعني لا أستطيع ناسي، لكن الرب تمجد وفتح الباب، لأنه مكتوب لما يفتح الرب ماكو أحد يسد. البارحة انطونا بيد على فرنسا، والشكر كل الشكر للرب الإله العظيم اللي نحن بنوره نرى نورا، وإحنا أعظم من منتصرين بالمسيح يسوع.
أنا أصلي من أجل القناة، وأصلي من أجلك أخويا فادي، وأصلي من أجل كل شخص اللي يقدم هذا البرامج الرائع، ونستمتع ونتعلم، ويكون عندنا اشتياق، وإنه يوم الأربعاء شو وقت تبدأ الخدمة، يلا خلص أنت خلص شغلي، بس المهم إنه استمتع بكلمة الرب اللي هي نور وحياة. إحنا أمين. إحنا محظوظين، إحنا صرنا للمسيح، إحنا مفرزين صح. أفرزنا الرب إلى لشخصه، ونكون شهود إلى. أريد يا أخويا فادي أصلي من أجل أنه الرب يمهد الهضاب قدامي، ورب يستخدمني في فرنسا وينطيني خدمة تليق لمجدة، وأكون شهادة حية بكم صنع بي ورحمني. والرب يباركك ويحميك ويبارك كل العاملين يا رب، وتكون هذه الخدمة دائما تزيدها بركة وتزيدها النعمة وفي الارتفاع في اسم المسيح يسوع ولإلهنا كل المجد. أخويا فادي رب يحميكم. أمين أختي الله يبارك حياتي وحياتك أخويا وحياة كل العاملين بهذه القناة. بركة، أنتوا بركة فعلا، أنتوا بركة، الرب خلاكم بركة قدامنا ودي يستخدمكم. وأنا أشكر رب من أجل العابرين اللي دي يجون يسمعون خدمتك، واللي الرب دي يستخدمك بقوة إنه دي يعرفون المسيح. والرب هو قال لي خراف من حضائر أخرى، الرب فعلا هي إحنا هاي الأيام أيام الأخيرة، والرب يريد الجميع يخلصون وإلى طريق الحق. إلى معرفة الحق. مبارك أمين. اسم الرب، مبارك اسم الرب أخويا. الرب أمين أختي بنادلي. أشكرك لاتصالك وأشكرك لمحبتك، وأكيد أشواق قلبك في خدمة شخصه وخدمة اسمه مسموعة ومعروفة قدام الله، لأنه هي معروفة أمامه أكيد. أمين. سنرفع الطلبات ضعها أمام الرب في رحلتك. ألف مبروك للفيزا، وألف مبروك لعمل الله في حياتك. صلواتكم أخويا المبارك، صلواتكم أنت أيضا، الرب استجاب. سلام المسيح. أمين معكم. أمين. الرب يبارك حياتك أختي برناديت، وأشكرك لاتصالك من قلبي. أمين أمين أختي الغالية، حبايبي الغالية. تعالوا نكمل النقاط وبعدين نأخذ بقية الطلبات اللي موجودة عندنا في الصف. قلنا النقطة الأولى إنه إحنا يجب أن نأتي ونطلب أمام الله بقلوب شاكرة مترنمة. اللي يعرف كلمة الله حبايبي القلب سيدرك مع الوقت إنه الهتاف عبر الله وبركة كبيرة لحياة كل واحد فينا. لماذا؟ لأنه هو فيض حياة حقيقية لكم الله. وجدنا مثل أنه الشعب عندما هتف هو بعيد عن الله كان الأمر مختلف كليا عن عندما رجع وندم وقدم الذبيحة والله تعامل في حياته. لكن تعالوا نشوف نفس الملك يهوشافاط استخدم هذه القوة الموجودة، نراها في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 20 العدد 21 22. حبايبي الغالية ماذا فعل عندما دخل في معركة مع بني عمون وبني مؤاب؟ حبايبي الغالية ماذا حصل؟ عمل الآتي، اسمع ماذا يقول. ولما استشار الشعب أقام مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين احمدوا الرب إلى الأبد لأن إلى الأبد رحمته. النقطة المهمة، ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أثمنا على بني عمون وبني مؤاب. ماذا حصل حبايبي الغاليين؟ اسمع، هو لم يستخرج فقط مغنين ومرنمين، لا، اسمع، هناك مفتاح مهم في هذا النص، هو أنه خرجوا مسبحين حبايبي في زينة مقدسة مكرسة لله، ناس شبعانة لله. فلما رن ماذا حصل؟ انطلقت قوات السماء لتساندهم. هكذا هو أول مفتاح في حياة النصرة، هو أن إحنا تمتلئ قلوبنا، نشبع بكلمة الله، عندما نرنم تستحضر قوة الله التي تعمل في حياتنا وتعمل لصالحنا لتحقق النصر. هكذا أيضا حصل مع
من مع يشوع في معركته ضد أريحة عندما سقطت الأسوار عندما هتف الشعب هتفا عظيما. لكن أيضا النصرة مضمونة. اسمع ماذا قال لهم، طلب منهم طلب هذا الملك، قال هذا النبي، قال الآتي حبايب اسمع، قال اعملوا الآتي، أنتم بحاجة إلى أن تنزلون إلى هذا الوادي وتعملون الآتي. بعد أن قال أتوني بعواد، فقال هكذا العدد 16، فقال هكذا قال الرب اجعلوا في هذا الوادي جبابا جبابا، جباب جمع جب يعني حفرة، احفروا حفرا. وبعدين يكمل لأنه هذا قال الرب والتكليف. إذن يريدنا أن نحفر حفر. ما المقصود بأن نحفر حفر؟ أنظر لها من نظرة إيمانية. هناك نظرتين سلبية وإيجابية في هذا النص. في حياتنا جباب كثيرة، في حياتنا حفر لاستقبال العمل، لاستقبال الصحة، لاستقبال أمور كثيرة. لكن ها هو يطلب من عندنا أن نعمق جب الاجتهاد لطلب الله. ماذا سيحصل؟ كلما تكبر حفرتي كلما هو سيملأها بماء. فالتعب حفر حفرة صغيرة تخزن له 5 لترات ماء، لكن ماذا يحصل؟ الذي حفر حفرة كبيرة سيملأها 100 لتر من الماء. سيأتي النصر بقدر الحفرة التي حفرتها بالاجتهاد لاستقبال بركات الله. كبر حفرة طلبة الله، طم الحفرة الثانية. لاحظ عندما تحفر سيخرج هناك تراب، عندما تهتم بأمور الله سيخرج العالم منك ويطمر حفر العالم ومحبة العالم أشواق العالم ومغريات العالم. هذا اللي سيحصل. هذه واحدة من النقاط التي نتحدث عنها. ماذا يحصل؟ الانتصار مضمون بتعميق الجب بالاجتهاد. هكذا عمق حفرة حياتك، هكذا قال الرب اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا. لكن في النقطة الثالثة حبايبي الغاليين، نقول الانتصار مضمون بالإيمان الذي هو فوق المستحيلات. الإنسان الاعتيادي يقول أنه 1+1=2، لكن في أمور الله 1+1=1000. في أمور الله 5 أرغفة وسمكتين قادرة بأمور الإنسان أن تشبع شخص أو شخصين، لكن تشبع 5000 رجل ما عدا النساء والأطفال، يعني حوالي 25,000 شخص. هذه هي حساب الله. قال لهم اسمع عمق احفر حفر، لكن أنا راح أقول لك مقدما حتى لا تأخذ الأمور بالعيان. اسمع في العدد 17 و18، لأنه هكذا قال الرب. ستحفر، لكن لي قدام أقول لك هكذا قال الرب، لا ترون ريحا ولا ترون مطر. هم في صحراء تايهين في طريق 7 أيام بلا ماء، لا يوجد هناك مدينة، لا يوجد هناك آبار، لا يوجد هناك مياه جوفية. لكن ما الذي حصل؟ اسمع احفر حفرتك رغم أنه ليس هناك ريحا وليس هناك مطرا. احفر حفرتك، عمق الحفرة، لأنه ماذا سيحصل؟ وهذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون أنتم وماشيتكم وبهائمكم، وذلك يسير في عيني الرب، سهل جدا في عيني الرب، رغم أن المستحيلات كلها تقول لن تملأ هذه الحفر إلا بمياه المطر أو الرياح تدفع المطر من مكان ثاني إلى هنا. لكن قال الآتي لا ترون ريحا ولا ترون مطرا، لكن رغم هذا كله سأملأ. إذن الانتصار مضمون بالإيمان الذي هو فوق المستحيلات. الواقع الحالي يقول مستحيل، لكن الله يقول قدرتي تبدأ بعد المستحيل. تعالوا نخرج فاصل ونكمل بقية النقط والصلاة بعدها. ابقوا معنا حبايبي الغاليين.
أمين حبايبي الغاليين، مرحبا بكم مرة أخرى. تعالوا قبل أن نكمل نأخذ اتصال من أختنا الغالية في المسيح ندى. أختي ندى، سلام الرب يسوع معك. نعمة وسلام أخ فادي، الرب يقويك ويعوض بعد محبتك ويعطيك النصرة دائما في كل مجالات حياتك يا رب يا رب. كركي أختي المحبوبة، شلون الصحة؟ شكر الرب، كلنا زينين نحمد الله، نشكر على كل يوم جديد يعطينا يا الرب، يوم حلو بمراحم الرب احنا عايشين، نشكر الرب. واللي يريد يعني ان يعيش حياه النصره هي مو بس نصره مؤقته، المؤمن يعيش حياه نصره مستمره ودائمه. فيجب ان نحدد عدونا ونفهم عدونا من هو، وعلينا ان ندرك باستمرار نحن عايشين في معسكر المنتصرين، ويقودنا الرب في موكب نصرته كل حين. وإذا أردت أنت أخوي المستمع أن تنتصر في حياتك، التصق بالمسيح واجعله يحارب عنك، وخذ منه القوة التي بها غلب هذا العالم، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. نعم، بدون الرب نحن ما نقدر كل شيء نسوي، ولهذا نعطي الأمر بيد الرب، هو بيد الغلبة، فننتصق بالرب كل أيام حياتنا، وهو اللي حارب عنا وهو اللي قوينا. وأطلب من عندك أخفادي طبعا ما يعني أبقى صلي لأجل الطلبة الخاصة إلى أن الرب يتدخل ويحل هذا الموضوع في اسم يسوع المسيح. نحن ننتظر مشيئة الرب وفي حينه يسرع. وطلبة الصلاة من أجل عائلة مؤمنة، أخوان وخوات وأولاد، تدخل إبليس بيناتهم فالعلاقات بردت. نحن نصلي أن لا يجي هذا اليوم العلاقات بين العائلة تبرد، الرجال دائما يكونون تحت خيمة الرب ومحبين بعضهم البعض. فنصلي يا رب يا رب يا رب الصباح ترجع هاي العلاقات بمحبة بين الأخوة والخوات في اسم يسوع. أمين. أختي ندى، الرب يبارك حياتك وأشكرك لاتصالك ومحبتك، يخليك عزيزي ويقويك ويعطيك الرب يبارك حياتك. أختي تعالوا حبايبي الغاليين، هناك مجموعة طلبات قبل أن نكمل، تعالوا نرفع طلبات الصلاة. أنا لاحظ على الفيسبوك هناك طلبات، وأيضا عندنا أختنا ندى في طلبة خاصة وطلبة لأجل هذه العائلة اللي بحاجة للمسة. أيضا نرفع بقية الطلبات أمام عرش النعمة لأجل أختنا برناديت ولأجل كل اللي طلب. تعالوا نرفع طلباتنا بالصلاة وبعدين نكمل سماعنا لكلمة الله. يا رب نباركك ونعظمك ونحمدك ونشكرك من أعماق القلب يا رب، لأنه تسمع لطلباتنا، تئن لأنيننا وتعرف ما في قلبنا. شكرا لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت عرفتها. شكرا يا رب لأنه أنت عرفت فكري من بعيد يا رب. شكرا لأنه مربضي ومسكني ذريت يا رب. أشكرك من أعماق القلب يا رب. أنا جاي ومتحد مع أخوتي بطلبات الصلاة أمام شخصك يا رب، عارفين أنه صلاتنا لا تضارب الهواء لكن أنت تسمع لنا. لذلك يا رب أنا أضع بين إيديك أختي برناديت يا رب لأجل حياتها القادمة. نشكرك لأجل الفيزا اللي أخذتها، أضع الطلبة وهي مسافرة إلى هذا البلد، ذكرها يا رب وقويها بالروح القدس إنه هي يا رب ذهبت سفيرة إلى فرنسا تتحدث عنك. أحميها من هموم الحياة، من الانشغال في العالم، قويها وأيدها بقوة في الإنسان الباطن، خلي قلبها ملتهب دائما فيها فتنادي عنك. يا رب أضع بين إيديك أختي ندى يا رب لأجل الطلبة الخاصة اللي أنت تعرفها أنت تتدخل فيها يا رب. مستمرين في رفع الطلبة، نثق في شخصك، نثق في محبتك. العائلة المؤمنة يا رب اللي دخل إبليس وفترت العلاقات يا رب، أنا أضع بين إيديك كل فرد بيهم إنه يرفعون عيونهم يا رب ويضعوها عليك، فترجع العلاقة وترجع المحبة والبهجة والحرارة في حياتهم يا رب. احنا نثق بشخصك. أضع أختي وصال بين إيديك يا رب لأجل والدتها، لأجل شفائها يا رب، لأجل أختها وئام وأولادها، لأجل ميلاد وفادي وتوني يا رب، للتوفيق في العمل يا رب وفي النصيب يا رب. أنا أثق بشخصك. أضع أختي جيهان يا رب، أضع زوجة وأولادها لأجل الصحة والعافية والبركة يا رب. أضع
يا رب يا رب بنتك لندي بين إيديك من أجل نتائج كل الفحوصات يا رب. نشكرك يا رب لأجل تلامسك، نثق في تدخلاتك، نثق في عملك، نثق بي يا رب عمل حقيقي من عندك يا رب. رافعين يا رب هذه الابنة أمام شخصك، أنت تستطيع أن تصل إليها وتتمجد في حياتها يا رب. أنا أضع أختي مرال بين إيديك يا رب لأجل يا رب قوة وحكمة في الذهن والتركيز لأجل النجاح في دراستها يا رب. أنا أثق بشخصك وأثق في محبتك. أضع ماما ابتسام بين إيديك يا رب ببركة من عندك واستخدام حقيقي من عندك وعمل حقيقي من عندك يا حبيب قلوبنا يا رب. أرجوك كمل معها بالبركة يا رب. أضع يا رب بين إيديك يا رب عائلة أختي ندى يا رب، بيتها وحياتها وزوجها وكل مداخلات حياتها. أيضا أضع يا رب أختي برناديت بين إيديك أيضا يا رب لبركة لكل العائلة يا رب. أرجوك يا رب أضع أخوي نينوس بين إيديك يا رب، صلاة من أجله، من أجل بيته، من أجل العمل يا رب، صلاة من أجل زوج أختي نادى يا رب لأجل التحرير من قيود الشرب والسكر يا رب. من العالم تبطل كل المحاربات اللي ضده يا رب، يرجع بالكامل لك يا رب، لشخصك يتمجد. أرجوك يا رب أضم صوتي لصوت أختي رانا يا رب، فعلا صلاة لأجل تقديس أرواحنا أكثر، لنقاوة أكثر يا رب. أختي إيناس بين إيديك وعائلتها يا رب، أرجوك يا رب أنه تباركها، تستخدمها، تحفظها يا رب. أختي رشا بين إيديك وخدمتها يا رب، خدمتها في يا رب البرازيل يا رب، كل الأمور المحيطة بها بركات من عندك وعمل حقيقي من عندك يا رب واستخدام من عندك يا رب. أنا أثق بشخصك يا رب. صلاة لأجل بنت الرب في أمريكا، من أجل أحفادها وأولادها وابنها المريض وبنتها يا رب، من أجل نصيب حقيقي لأجل يا رب أحفادها، من أجل النطق والصلاة يا رب لأجل كل واحد فيهم. أرجوك يا رب صلاة لأجل يا رب بنت أختي إيناس يا رب جوليا يا رب، أن تعطي هدوء يا رب ويا رب سلامك العجيب يملأ القلب يا رب، كل غضب كل صياح يختفي يا رب. أرجوك يا رب أولادها كلهم مارتن ومايا وديفيد وجوليا يا رب ببركات من عندك يا رب. تستخدم أختي بحكمة، تقودها يا رب وتحفظها يا رب. أضع أختي لمياء بين يديك، ألم ظهرها يا رب للشفاء الكامل يا رب. أختي صفاء للاحتياجات يا رب ولأجل تزديد فرصة عمل يا رب. أختي فداء وعائلتها وزوجها وبنتها يا رب بافتقاد من عندك يا حبيب قلوبنا يا رب. أنا أضع أخي نوار بين إيديك ويا رب بيته الجديد اللي راح يكمل يا رب. أرجوك يا رب أنت تعطي رحمة من عندك وافتقاد يا رب وعمل حقيقي. أضع سعد ورنا يا رب وأضع سنر وأضع يا رب بين إيديك حنين يا رب. أرجوك يا رب أضع كل من سمع كلمة الله يا رب، أضع الخدمة يا رب، أضع بين إيديك يا رب. أرجوك صلاة لأجل أختنا يا رب أفراح، لأجل الكآبة لمسة من عندك وشفاء حقيقي من عندك يا رب. أرجوك يا رب أختي رشا مرة أخرى أضم صوتي لصوت أختي إيناس بين إيديك يا رب. أختي أمل لأجل الفحوصات يا رب، احنا نثق بشخصك ونثق بنعمتك ونثق بمحبتك ونثق بعملك الحقيقي في حياتنا، لكل إكرام ومجد وسجود وتعبد إلى الأبد. أمين أمين حبايبي الغالي. قلنا النقطة الثانية هو الانتصار مضمون بتعميق جب الاجتهاد، وقلنا أيضا حبايبي الغالي الانتصار مضمون بالإيمان الذي فوق المستحيل. تعالوا احنا أمام نقطة رابعة مهمة جدا في هذا النص، النصرة تأتي بالمصلوب الذي مات. الانتصار مضمون بالنصرة حبايب الغاليين، النصرة تأتي والانتصار مضمون بالمصلوب الذي مات. أين نجد هذه الآية؟ سنجدها حبايبي موجودة في قراءتنا في العدد 20 نفسه، فقال الآتي: وفي الصباح عند إصعاد التقدمة. اسمع، قال شخص هذه الكلمة: خلني قرب الصليب حيث سال المجرى، إذ دم الفادي الحبيب داء نفسي أبرى. الصليب ليس للخطاة البعيدين فقط،
لكن حبايبي عندما نبقى قرب الصليب نذكر هذه المحبة العجيبة ونذكر مكاننا، نذكر من أين جئنا وإلى أين قادنا الرب، نذكر كيف كنا، فنتذكر إحسان الله على كل واحد فينا ونتذكر عمله ومحبته. إذن النصرة مضمونة حبايبي بماذا؟ النصرة مضمونة بالمصلوب الذي مات. هذه هي النقطة الرابعة في نصرتنا، في رحلة النصرة التي نتحدث عنها. لكن ليس ذلك فقط، اسمع، الانتصار مضمون بالارتواء من مياه كلمة الحياة. هكذا قال: إذا مياه آتية عن طريق أدوم لم تمطر من السماء، لم تأتي الريح بالأمطار البعيدة، لكن هناك مياه زحفت من أين؟ من أرض أدوم. وكلمة أدوم تعني آدم، يعني أرض آدم، أي إن المياه امتدت لتشمل القديم وتمتد إلى الجديد لتملأ. لا يمكن أن تأتي المياه بمعزل عن حياتي الفاتت، فكيف أستطيع أن أخبر؟ اسمع ماذا قال بطرس، ماذا قال بولس الرسول: أنا الذي كنت قبلا، اسمع، متدينا ملتزما. لا يا أحبائي، أنا الذي كنت قبلا مفتريا مضطهدا مجدفا متلفا كنيسة الله بإفراط. يعلن؟ نعم يعلن بصريح العبارة عن الماضي وكيف حرروا، فأتت المياه من أرض أدوم. الله ملأ القلب بالكامل وأشبع، أعطى شبع حقيقي حبايبي الغالي. الانتصار مضمون بالارتواء من مياه كلمة الحياة. لكن اسمع، لم يقل أن المياه أتت وملت القليل، لكن الانتصار مضمون بالفيضان فوق كل ذات. في الانتصار مضمون بالفيضان فوق كل ذات. كيف نعرف؟ وإذا مياه، العدد 20 مرة أخرى، إذا مياه آتية عن طريق أدوم فامتلأت الأرض ماء. لم تمتلئ قليلا لكن امتلأت الأرض ماء. ماذا حصل عندما فاضت المياه؟ عندما فاضت المياه يرى الأعداء فينا أنه إحنا خسرنا. كيف؟ رأى الأعداء الماء وعكست الشمس ورأوا الماء كأنها دم، فقالوا خسر الشعب، دخل الملوك في معركة وخسروا. كيف نفسر هذا روحيا؟ اسمع، لقد كان كل واحد فينا مختلسا يتلاعب بالأموال ويسرق، يسرق النظرات ويسرق الأموال ويسرق كل شيء. ماذا حصل؟ استغنى. اسمع، هناك شركة معروفة اسمها دومينو بيتزا، واحدة من شركات البيتزا المعروفة، صاحبها دعي، كانت شركة ناجحة جدا وما زالت ناجحة. ماذا حصل؟ دعي صاحبها إلى أحد المؤتمرات وهناك سلم حياته للرب يسوع، وسمع الآتي: سمع قصة الشاب الغني الذي قال له الرب اذهب وبع كل ما لك وتعال واتبعني، وأخذ الكلمة بالكامل وكان يمتلئ محلات ومحلات، يمتلك الكثير، فذهب وباع كل ما له وتبعه. العالم يقول عنه مجنون، لقد خسر كل شيء، لقد استنزف كل قوته، لقد استغنى عن النجاسة، لقد استغنى عن المال الحرام، لقد استغنى عن النظرات الشريرة، لقد كان يمتلك كما كبيرا من أفلام القباحة والنجاسة حرقها. هكذا فعلوا، حرقوا كتب السحر التي قيمتها كثيرة. استنزاف، العدو يرى حياتنا كأنها مياه من دم، خسارة كبيرة. لكن نحن جميع هذا حسبناه نفاية لأجل فضل معرفة المسيح. فيضان فوق كل ذات يغمرني، يشيل كل ما له علاقة فيه. نعم، تدريب مستمر والمياه تغمرني،
تغمرني، تبدأ إلى في الكعبين ثم إلى الحقوين، ثم إذ هو بحر سباحة لا يعبر. اسمع حبايبي النقطة السابعة والأخيرة قبل أن نأخذها، تعالوا نأخذ اتصال من أختنا مريم وبعد نقرأ النقطة السابعة ونكمل صلواتنا. سلام المسيح أختي مريم، شلون الصحة؟ مساء الخير أبونا، شلونك؟ مساء الخير أختي، أنا أخوك فادي، ربي بارك حياتي. أخوي فادي، ممكن أريد أطلب طلبة صلاة؟ تفضلي. أكيد. أنا عندي مشكلة، انطردت من الكنيسة بسبب شخصين، واحدة اسمها سميرة سوت لي مشكلة، فأريد طلبة صلاة حتى هذا الموضوع ينحل والحقيقة تظهر. حاضر حاضر أختي مريم، بس أنا اسمحي لي أسألك سؤال. تفضل أختي مريم. أنا عندي سؤال دائما أسأله لكل من يدخل معنا ولكل من يقابلني، لأنه هذا السؤال سئلت أنا فيه، الجواب ما أريده إلي، الجواب أريده إلك. الرب يعطيك طول العمر والصحة والبركة في حياتك، لكن هل أنت من الآن ما تسمع؟ طيب ما تسمع، أعيد الكلام. هذا السؤال أنا أسأله للكثيرين، لأنه أنا سئلت هذا السؤال في يوم من الأيام. سؤال هو، هل أنا عندي ضمان تجاه الأبدي من الآن؟ هل أنا عارف أنه لو الرب أخذ أمانة اليوم أنا سأكون معه 100% بالسماء؟ هذا السؤال إلك يا أختي، أنا ما أريد جواب، الجواب إلك. إن كان عندك الضمان فألف ألف مبروك، وإن لم يكن عندك الضمان فالرب يستطيع أن يملأ قلبك بضمان كامل ويقين كامل. هكذا قال للص اللي على الصليب، اليوم تكون معي في الفردوس. لم يقل له ستموت وتعلم، لكن الآن تكون معي في الفردوس. ضمان من الآن. الإيمان الذي لا يحقق لي الضمان هو إيمان بلا ثمن. أضع السؤال بين إيديك، إذا كنت محتاجة أنه يكون عندك الضمان أرفع صوتك واطلبي ونصلي مع بعض، ورحنا رح نضع الطلبة أمام عرش النعمة. أمين. أمين أختي مريم. أمين أمين. أبونا ممكن أخذ رقمك؟ حاضر، الكنترول رح يعطوك الرقم، أسأليهم بالكنترول بالقناة رح يعطوك الرقم. ممكن أخذ رقمك الشخصي؟ أي نعم، رح يعطوك هو أختي من الكنترول، بعد أن تقفلين وياي وياهم رح يعطوك الرقم. أمين؟ أوكي أبونا شكرا. أمين، الرب يبارك حياتك وأشكرك لاتصالك يا أختي مريم. تعالوا حبايبي الغاليين ناخذ النقطة الأخيرة المهمة التي فعلها هذا الشعب في حياة النصرة. تعالوا في عجالة ننظر إلى النقطة اللي تحدثنا عنها. قلنا إنه حبايبي الغاليين في حياة النصرة اللي نعيشها تحصل النصرة في مراجعة، وبعدين نقول النقطة الأخيرة. الانتصار مضمون بالترنيمات التي تشبع من الرب في الحياة. النقطة الثانية، الانتصار مضمون بتعميق جب الاجتهاد في طلب الله. يعني الانتصار مضمون بالإيمان الذي هو فوق المستحيلات. النقطة الرابعة، الانتصار مضمون بالمصلوب الذي مات. النقطة الخامسة، الانتصار مضمون بالارتواء من مياه كلمة الحياة. النقطة السادسة، الانتصار مضمون بالفيضان فوق كل ذات. نقطة الأخيرة حبايبي الغاليين، الانتصار مضمون بترك المغريات. اسمع ماذا يقول في العدد 25، وهدموا المدن وكان كل واحد يلقي حجره في كل حقلة جيدة حتى ملأوها وطموا جميع عيون الماء وقطعوا كل شجرة طيبة. هل هذا معناه أنه أنا لازم أخرب العالم؟
لا يا حبايبي الغاليين، ليس هذا المقصود، لكن العالم بالنسبة لي قد انتهى، مطمور العالم بالنسبة لي، أضع فيه كل حجر يجذبني إليه، أطم منابع المياه التي في العالم، أي أمنع مياه العالم الملوثة المجدبة أنه تدخل إلي، أمنع العالم أنه يغريني، كل شجرة طيبة يرجع بي إلى فكر، اسمع، إلى فكر جنة عدن، فرأت حواء أن الشجرة شهية للنظر طيبة فأكلت وأعطت رجلها، قطعوا كل شجرة طيبة، طمروا كل عيون مياه آسنة في العالم، هدموا كل ما في العالم، أي حسبوا أن العالم ليس لهم، لكن حسبوا أنهم أموات عن العالم والعالم ميت بالنسبة لهم. النصرة مضمونة بطمر المغريات، بدفن المغريات. هل هذه الحياة اللي نتحدث عنها ستحقق لي السعادة؟ يا ما كثيرين حبايبي الغاليين، يا ما كثيرين أخذوا من العالم وحاولوا أن يشبعوا واكتشفوا أن كل ما في العالم هو باطل وقبض الريح. تعالوا نرفع بقية الطلبات، تعالوا نرفع قلوبنا. أنا أحب أنه تتحدوا معي بالصلاة، إن كانت هذه الكلمات قد لمست حياتك، تعال أرفع الطلبة معي وقل له يا رب أنا محتاج حياة النصرة، أنا محتاج أتعلم أن تصر، ساعدني يا رب، ساعدني أن تكون حياة النصرة هي حياتي يا رب، ساعدني أنه أشبع منك يا رب، ساعدني أنه أعرف كيف أرنم، ساعدني كيف أنه أتعلق بالمصلوب، ساعدني أن أعيش لك. تعالوا نرفع هذا الطلبة ونرفع بقية الطلبات، باقي من وقت البرنامج حوالي 4 دقائق. تعالوا نرفع قلوبنا ونضع طلباتنا. يا رب احنا نشكرك لأجل كلمتك، نشكرك لأجل محبتك، نشكرك لأجل عنايتك، نشكرك لأجل تدخلك، نشكرك لأجل أنه أنت دائما تنبهنا، دائما ترفعنا. يا رب أنا أضع بين إيديك أختي مريم لأجل أمور الكنيسة اللي عدها ولأجل الوضع اللي موجودة فيه والطرد من الكنيسة، أنت تتمجد في حياتها، تختبرك مخلص شخصي، تعرفك وتتشبع بيك يا رب، تكون معاها يا رب، اختمارتها بين إيديك من أجل أسرتها يا رب، لأجل عائلتها، أضم صوتي لصوت أختي عايدة يا رب، من أجل بنت أختها يا رب وسن، يا رب كسر في الساق، غدا العملية تتمجد، أنت تعمل العملية، الوالدة الغالية سعاد، بركة من عندك وحفظ من عندك وافتقاد من عندك يا رب، ونصرة من عندك، عائلتها وبيتها يا رب، اختمها يا رب، أرجوك من أجل شفاء عيون إيمان يا رب، أرجوك يا رب أنت تجد حل. العالم يقول أنه لا حل، لكن فيك أنت كل الحنان، فيك كل الضمان للي أفناه الزمان. أرجوك يا رب، أنا أثق بشخصك يا رب أنه أنت تعمل وما زلت تعمل. أرجوك يا رب، صلاة يا رب لأجل يا رب أختي سلمة، لأجل أولادها وأحفادها يا رب، ببركة من عندك وعمل حقيقي من عندك يا رب. نفوسنا بين إيديك، خلي كلمتك تسكن بغنى يا حبيب قلوبنا. أرجوك يا رب، أختي بان بين إيديك يا رب، وعائلتها وعامر وأولادها ببركات من عندك يا رب. يا رب أختي لمياء في إيطاليا، بركة من عندك واستخدام من عندك يا رب. خلي ترنيماتنا تكون فيض يا رب، ليس ترنيمات فم لكن ترنيمات قلبية، أنت قلت مترنمين في قلوبكم. أرجوك يا رب، أرجوك أنت تكمل يا رب، أرجوك يا رب أعطي لترنيماتنا أن تكون فيض حقيقي يا رب، فيض من قلوب شبعانة بيك. خلينا نعمق جب الاجتهاد يا رب، واملانا يا رب، املانا بالاهتمام بأمورك وبمحبتك. خلي عندنا إيمان لا ينظر إلى العيان لكن يصدق فوق المستحيلات يا رب. أرجوك يا رب، يا رب أعطينا نصرة حقيقية بأن نلتصق بالمصلوب الذي مات لأجل كل واحد فينا يا رب. يبقى صورة أمام عيوننا يا رب، تبقى محبة أمام عيوننا، لا نصرة زائفة ولا نصرة مشاعر وانفعالات، لكن نصرة شبعانة بالذي مات. أرجوك يا رب الانتصار، أعطينا انتصار مضمون من الارتواء من كلمة الحياة، أعطي غنى لكلمتك في حياتنا،
خلي المياه تجري وتملانا يا رب، أرجوك تملانا كلمتك وتسكن فينا كما سمعنا، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، أرجوك يا رب. أيضا يا رب أعطينا نصرة حقيقية لأجل ضمان يا رب فيضان فوق كل ذات. وبعدين أخيرا يا رب نصرة لكي نطمر ونترك المغريات. يا رب أنا واثق بشخصك، أضع أختي غادة يا رب لأجل عائلتها أنه تعرف المسيح، لأجل يا رب أن تعرف أكثر وأكثر. صلاة لأجل شفاء أبوها يا رب، صلاة لأجل بركة من عندك يا رب، لأجل كل نفس حضرت معانا، كل نفس سمعت يا رب، احفظ تأثيرات الكلمة يا رب في أفكارنا في عقولنا، احفظنا يا رب، احفظنا من كل شر وشبه شر، احفظنا يا حبيب قلوبنا من أنفسنا، احفظنا من أفكارنا، احفظنا من العالم، احفظ أولادنا يا رب، أرجوك يا رب رجع أولادنا لك يا رب بافتقاد حقيقي، احفظنا من العالم، احفظنا من الخطية والشهوة الردية يا رب. يا رب احفظنا، أعطي شفاء لكل واحد يا رب رفعت طلبات الشفاء لأجله يا رب، أرجوك يا رب. يا رب أضع أختي فريال شفاء لأجل أمها، لمسة من عندك لأجل حماية والافتقاد لأجل أهلها وأحبتها، أرجوك يا رب. نصرة، ضم صوتي لصوت أختي عايدة يا رب، نصرة لأجل بيوتنا وأولادنا يا رب، أختي رندة بين إيديك يا رب، أرجوك يا رب، أرجوك يا رب أعطينا أن عيوننا نحوك ننمو في معرفة اسمك، تملانا الكلمة ليس بشح لكن بغنى، أرجوك يا رب. أنا أثق بشخصك أنه أنت سمعت وأن أنت استجبت لنا، لك يا حبيب قلوبنا كل إكرام وكل مجد وسجود وتعبد إلى الأبد، آمين. آمين حبايبي الغاليين، نضع أختنا بنت الرب لأجل أحفادها والعائلة اللي صلينا لأجلها، نضع أختنا مريم يا رب أنا أضع بين إيديك يا رب، فتح الأبواب، أضم صوتي لأجل يا رب مع أختي هالين، لأجل يا رب شخص منتظر السفر يا رب، كل واحد منتظر فرصة للسفر يا رب، أرجوك تعطي استقرار حقيقي قلبي وبعدين استقرار أرضي يا رب، نثق أنه أنت تسمع لنا وتستجيب يا معبود قلوبنا لك كل الكرامة والمجد إلى الأبد، أمين. حبايبي الغاليين في نهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكر الرب لأجل كلمته، نشكر الرب لأجل الناس، لأجل القناة، صلوا لأجلنا، صلوا لأجل العاملين في القناة لأجل تسديد احتياجات، تأثير كلمة حقيقية لا تكون من الفم ولا بالانفعالات لكن تأييد بالروح القدس لأجل عمل حقيقي ولأجل نصرة حقيقية، صلوا لأجل تأثيرات كلمة الله، اعطوا بالحقيقة وقت لكي نرفع كل الطلبات أمامه، أرجوكم يا حبايبي الغاليين صلوا لأجلنا، صلوا لأجلي، أنا بحاجة لصلاة حقيقية لتأييد وقوة، أنا أثق أنه أنت تصلي لأجلي، تصلوا لأجلي وأنا أيضا أصلي لأجلكم، صلوا لأجل البرنامج وبقية البرامج، أرفعكم أمام القدير، أترككم في رعاية الرب يسوع الذي اعتنى فيكم ويعتني فيكم وسيعتني فيكم، أترككم يا شعب الرب بسلام المسيح. موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الرب وعشنا في الأسبوع القادم في نفس الميعاد، أترككم في سلام المسيح، سلام سلام شعب الرب في كل مكان، سلام المسيح.